ايوه ابو حميد. هلا. كيف كان يومك امس؟ امس الو احمد تفضل. عندي حاله ابغاك تساعدني فيها، في زوجه حامل في الشهر السابع واحتماليه وجود ولاده، لكن المستشفى رافضه تستقبلها. ليش؟ لان في احتماليه ولاده مبكره وما في حضانه اطفال فاضيه. طيب ارسل لي بيانات حالا، احنا نتواصل مع المستشفى. الو ايوه احمد. بالله عليك شوف لي مستشفى قريبه للمريضه نقدر نحول عليها. طيب ايوه في حاله ما عرفت احل المشكله. معلش. عبد الله كيف حالك؟ دخيلك الحقني مرتي وولدي حيروحوا. ما تشيلهم مالك. شوف لي حل. شوف لي حل مرة تعبانة. ألف لا بأس عليك يا مدام، ما تشيلهم أنا أحل لك. الله يخليك الله يخليك. يا دكتور أستاذ أحمد، من مسؤوليتي كمدير طبي أساعد كل المرضى، لكن للأسف لا يوجد حضانة فاضية. أنتوا أي مستشفى دبرتوا؟ يا كريت يعطيك ألف عافية شكرا. الحمد لله دحين حرسل لك لوكيشن على جوالك المستشفى اللي انت حتروح له دحين، هم خلاص عارفين انك انت جاي. اوكي كويس يعطيك العافية ما قصرت. شكرا. هذا كرتي اذا احتجت اي حاجة اي حاجة في اي وقت كلمني. الو الحقني السيارة عطلانة ميرا تشتغل. من يا دكتور؟ الحمد لله حالة الأم والجنين مستقرة حاليا. أشكرك يا دكتور. شكرا لك. يعطيك ألف عافية. أحمد أنت لسه هنا؟ بس حبيت أطمن عليك وعلى مدام وأقول لك إنه حتى ما يحتاج تروح للريسبشن، خلاص غرفة جاهزة كل شيء جاهز. يعطيك ألف عافية. شكرا 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 جزيلا، ما أدري كيف أقدر أشكرك صراحة. الحمد لله شكرا. يعني شغلت زي يوم عادي.